شرف كبير لألي أني يكون متواجد بيناتكم، وطبعا بتشكركم جميعا على كل شخص موجود معنا بهذا المهرجان، هذا كمان شرف لألنا. طبعا المهرجان هو ليس بعبارة عن أنه نختار حلاق يكون فاشل أو حلاق يكون ناجح، بالعكس نحن بنقوم بعمليات المهرجانات لحتى نطور من مهنة الحلاقة، لحتى نبدع بهاي المهنة. فأنت لما بتقدم على هذا المهرجان أنت ما أنك جاي لحتى تربح أو تخسر، بالعكس أنت جاي لحتى تطور من معنوياتك. يعني دائما كل مهرجان نحن بنحضره، طبعا هاي المهنة هي بحر، ودائما كل يوم وكل ثانية في تجدد بهاي المهنة. فلهيك نحن جينا لحتى نشوف الإبداع في مدينة دهوك. طبعا سمعنا بحلاقين دهوك ما شاء الله من أشطر الحلاقين موجودين هون، وإن الفخر نحن نكون موجودين مو لحتى نقيم شغلهم، لا، الحلاق الفنان والمبدع هو دائما اللي بيتقبل النقد البناء. أما الإنسان اللي ما بيعترف بخطأه، صدقوني هذا الإنسان بحياته ما رح ينجح. فدائما الحلاق اللي بيعترف بأخطائه هو حلاق بيوصل إلى هدفه، طريق النجاح. ما بعرف عدد المشتركين الموجودين معنا اليوم، بتشرف أكيد بكل مشترك موجود معنا إن كان من دهوك أو من خارج دهوك. ومثل ما قلنا لكم هاي ما أنا مسابقة، هاي يعني خلينا نقول إنه موضوع تعارف على بعض الحلاقين بهاي المهنة لنشوف الأحسن والأفضل. وأكيد كل إنسان أو كل حلاق خلينا نقول إذا عنده أخطاء راح يستفيد منها بالأيام اللي جاية. حدا عنده أي سؤال حاب يسألنا قبل ما نبلش بالمشتركين، قبل ما يبلشوا عملية الحلاقة؟ طبعا الحلاقة هي عن عبارة ساعة ونص. أهم شيء في موضوع أنا انتبهت لهم بالعراق يعني وبكردستان العراق، أغلبية الحلاقين يعني عم يركزوا على موضوع السشوار. طبعا بدول أوروبية هذا شيء مرفوض، هو أهم شيء التدريج، يعني التدريج هو أساس الحلاقة بعدين ننتقل لمرحلة السشوار. أما هون اللي عم شوفه أنا بالعراق الحلاقة عم يعتمد على السشوار بعدين عم ينسى التدريج. السشوار لا تعتبر أنت حلاق، أما بالتدريج هون أنا بشوفك إذا أنت فعلا رح تنجح أو لا. فبتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين الموجودين معنا، وأهم شيء مثل ما قلت لكم التدريج ثم التدريج بعدين السشوار. شكرا لكم. كأنه ما في شعر عم يشتغل، شوفي عن نظافة. لا مبين حق شغله. والشاب شخصية كمان ما شاء الله. كم
سنة صار لك بالحلاقة؟ سنة. شوف هلا أنت عم تشتغل صح لأنه عم تبني الأساس، هذا الأساس هو بس ينبنى صح بيطلع تدريج 100%. أي ماكينة، أسوأ ماكينة في العالم بيعطي نتيجة حلوة، فدائما الماكينة نسبة الماكينة هي 10%، 90% هي على شطارة الحلاق دائما. فأي حدا بيقول لك بتشوفوا هاي الصور الأوروبية بيفكروا انه اكيد هاي الماكينات غالية مشان هي هيك عم طالع هذا الشغل، ولكن الخبرة ثم الخبرة بعدين المعدات. وثقوا تماما انه الحلاق العربي هو اشطر من الحلاق الاوروبي في عمليات التدريج. الحلاق الاوروبي عنده معدات تصوير، عنده فوتوشوب، عنده كتير امور يمكن انتو في منكم بيعرفها وفي منه ما بيعرفها. اما نحن نعطي نتيجة صحيحة بدون فوتوشوب، بدون اضاءة، بدون اي شيء. فهذا انا دائما بقول الحلاق العربي هو اشطر من الحلاق الاوروبي. صبري. قد ايه صار لك صبري بالمهنة؟ تسعة شهور ونص. منيح. صبري يعني انا حكيت هلا معك على الخاص، ولكن بدي احكي معك يعني شوف انت اليوم تربح ولا تخسر ما بيفيد شيء. اذا شغلك مو حلو الشهادة هاي اللي تحط على الحيط انا ما بعترف فيها. فأنا شغلك اللي بشوفه هذا اللي بعترف فيه، أما هاي الشهادة وهاي الميدالية هي مجرد بس إنه شيء تعارف هون بينه وبين الحلاقين. الفائز معنا بالتدريج والتسريحة الأولى إن شاء الله تكون الأسامي مضبوطة. الفائز الأول في مهرجان دهوك الرقم 1 علي. تفضل علي. وين الموديل تبعك علي؟ تعال. شكرا لك اول شيء علي. خلينا نشوف الموديل هالشب الحلو. طبعا نحن اشتغلنا على هاي الجهه يعني شغل حلو، كان في عنده اخطاء قلت لك زبط شوي اعطيت نتيجه احلى. فدائما النصيحه بتبدع فيها. شو اسمك انت حبيبي؟ ريان. ريان يا اهلا وسهلا. قد ايه صار لك بالمهنه تقريبا؟ خمس ست سنين. منيح. مين اللي علمك؟ والله اني من صغير محلات حلاقه لين هذا العمر. على ببالي شوي مو زين. بحكي معك عاشوري تفهم؟ والله شوي. طيب يعني تعلمت لحالك؟ ايوه.
لحالك تعلم. سقوفي ما خوش بتشيوتي حلاقة وأما بيش بيشة وبس من الساكن. تعليمك تشتاق. يا ركيم. أما خوش أز ده صوب وما هش صوب وما ماز. أول ديب حزتة بتو. نعم نعم. عمو تفضل انت قادر ده. الفايز رقم اثنين معنا بمهرجان دهوك هو رقم اثنين المشترك سيبان. سيبان وين الموديل تبعك يا سيبان؟ مشترك تبعك واللي ما ربح معنا مو معناته هو حلاق مو شاطر، يعني انتبهوا لهذا الموضوع. اللي ما ربح معنا يعني هو بحاجة إلى بعض من الخبرة لحتى يوصل للمستوى المطلوب. يعني نحن اليوم عم نختار أول ثلاثة، ما يعني ثلاثة من الحلاقين وليس من الحلاقين غير الشاطرين. فهدول أنا بالنسبة لي حسب خبرتي أنا وبخاري هن بيستحقوا يكونوا أول ثلاثة بالمشتركين الموجودين معنا. وشكرا لكم وبتمنى لكم التوفيق والنجاح وان شاء الله هيك نشوفكم باعلى المراتب. شكرا.